اللهم لك الحمد. جاني صينيين سياح قبل يمكن فترة، المهم انهم انبهروا من اشياء احنا ما ننبهر منها. يوم شاف العيل يصبون قهوة ورحبوا يلا حايهم يا مرة، يقولون اولادكم يعني كيف تدربوا؟ الواحد عمره 6 سنوات يصب ويقول له يمد وسم وتعال، هم مبهورين من قلنا هذه عادية، هذه عندنا ما شفتوا شيء. الله اذا خربوا بلاش يخربون بذكاء حتى يعني. نعم. فالذكاء الاجتماعي وذكاء اللقاء وذكاء المقابلة وذكاء الابتسامة وذكاء انك تطرح حتى فكرك ورأيك وتتكلم في المجالس، نحن نعلم اولادنا هم في الصغر بهذا المجالس، حتى لو لم تكن مجالسنا قائمة الان لكن نصنع لهم مجالس. يعني كان اسرتنا آل بدوي عندهم اجتماع قبل يومين، كنا نتجمع ما هو الشيء، نخلي انفسنا نحن الكبار، احنا حول 35، نخلي انفسنا حقل تجارب الاولاد، نقول انت يا فلان القايد حق الليلة. نعم. وتشوي تطبخ، خذ معك 10 من الشباب الصغار يلا صبوا قهوة، صلحوا قهوة هنا ما فيه يعني في السوق، يا سلام عليك. اطبخ تعلم، خلنا حن حقل التجارب، خلنا الفيران اللي يجرب عليهم أكل كرمون الرجال ما زال. لا والله سوء. أي والله كفو. وما يقصرون بناس يعني، ها يصلحون سلطات ويأكلون سلطات ذيك الليلة الله يعين عليهم. وناس يكبسون كبسات تعجبك أن هذا يتعلم من ذا، لو بس أنه يتعلم أن يتكلم مع الكبار. الله أكبر. والله زين أن نصلي جماعة وقت الصلاة، أن نخلي واحد منهم يصلي بنا، يعني هذا يعني مدرسة نعلم فيها، ولا كنا صانعينها لهم يعني ليست حقيقية، حنا اللي صنعنا الاجتماع. هذا التعليم، هذا التربية. إيه نعم نعم إيه نعم ما شاء الله. وبد حنا نتعلم والجميع يحضر وكل يجيب أولاده حتى لو كان 9 سنوات 8 سنوات 6 سنوات الله. حتى يتعلمون من اللي أكبر منه، ترى هو يتعلم من اللي عمره 11 يتعلم أبو 9 منه أحسن يتعلم مني أنا شايب يعني. صح. كبير. ولذلك واحدة من بناتي الله يخلي بناتنا وبنات المسلمين في الطب، فأنا دائما أوصيهم الصلاة، لا تأخذ الصلاة حتى على الواتس في الجروب حقنا، جزاك الله خير، ننبههم يعني. يا سلام. فتقول لي يا با عندي برنامج أضيف فيه من بغيت، عندها يعني شوف كيف تطوروا يعني أحسن منا، عندهم برنامج يضيفون فيه أخواتها وأخوانها، ينبههم قبل الصلاة ب5 دقائق ما شاء الله، ويخليك تسجل كان صليت جماعة ولا صليت منفرد وصليت في وقتها ولا لا، وهل تبغى تصلي سنن وتر، يصير البرنامج الوتر 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 الوتر، ينبههم حتى يصلون الوتر. يا سلام. وتضيف من بغت يعني شوف كيف تطورت التقنية، هنيئا لمن استطاع أن يستفيد من هذه التقنية في أنه يبثها للناس. هذه بنتي قاعدة تبثها على الجروبات وتعلم الناس وتحاول أنهم يستفيدون من التطبيق. الله يكتب أجرك. آمين. فأنا عجبتني فكرهم أنه صح أن نقول أنهم انغمسوا لحالهم في غرفهم وعلى جوالاتهم، لكن برضو أبدعوا في إنتاج برامج تفيدنا في وضع انغماس. واحد يقعد يلعب شوي جت رسالة ولا الوات تنبيه صوتي الصلاة الصلاة الصلاة، وقف اللعبة وراح صلى بسبب التطبيق هذا. باقي السنة ما سننت ما سننت ما سننت، هو يحاول يرقي نفسه كل أسبوع، يزيد ركعتين يزيد ركعة، يصلي وتر بدل ما هي 3 يخليها 5 بعد شهرين، يعني يتدرج حتى البرنامج يتابع معه هل أدى ولا ما أدى، في الأخير يعطي التقييم وينزلوا التقييم على الجروب كم اللي ما شاء الله. يعني أساس يكون في تنافس في عمل الخير، فنقول فيهم خير كبير إذا وجدوا توجيه جيد، وجدوا قدوات صالحة زيكم يعني. يعني هم يتابعون برامجنا ذي بس يشوفون إن باقي في ناس أهل خير، باقي ناس سوالفهم زينة، باقي ناس ما يسبون ولا يلعنون في الجلسة ولا يتكلمون كلام شين، لأن معظم وسائل التواصل الحين لما يلعبون جيم ولا شيء يجي ذا يسب وذا يتكلم. صح. وذا يقول، ويجيك واحد من إيطاليا يقول كلام ما هو بزين، تربية ما هي بزينة يعني. صح. حتى نقول لهم حتى لما تدخلون تلعبون لنا بولينا باللعبة. نعم. لا تكسب فيها أجر، ترى مسجل أن تقوم الساعة، على الأقل ما عجبك شيء ولا حاجة قل كلمة طيبة وقل يعني عفى الله عنك وسامحك الله، على الأقل الكلمة هذه قد تصلحه وتصلح من بعد، لأن حتى. صح. شبابنا تأثروا لما تدخل غرف اللعب هذه ولا غرف البلوت تسمع كلمات ما يزين. أنا أجلس معهم بس عشان أشوف فين وصل العالم، لأن إحنا منفصلين شوي والله، لا نلعب بلوت معهم على ألعابهم ولا جيمز ولا هم عالمهم منفصل. أنا أسميه حنا في زمن الاتصال الانفصالي، حنا متصلين بالواتساب لكن منفصلين في الحياة. لا. ما حنتقابل ولا أشوف عيالي اللي على الغداء، وأرسل لي رسالة وأرسلت لي رسالة أبغى أبي بنزين قلت هذا التحويلة، يعني صراحة الوضع ما هو بس أنا، أتوقع 99% من العالم صار بهذا الشكل، إنه متصلين منفصلين متصلين منفصلين. ولذلك يجب أن نتعمق شوي، لأن حن مجتمعنا من المجتمعات الطيبة المحافظة الدينة إلى الآن ما نزال متمسكين بهذه الأشياء، ولا نفضل حنا حفاظ صحابه وقبلة المسلمين عندنا الحرمين، فلذلك يجب علينا وجوبا أن نكون قدوات ومتميزين. ولذلك وجود هذه التقنيات ونحفزها ونضع مسابقات ويلا يا شباب خلنا نشوف من ينتج لنا برنامج يعمل كذا وكذا، عشان ندخل شوي ناخذ 5% 9% من السوق حق التطبيقات، ما يعد لنا خير ما يعد لنا فضل ما يعد لنا أجر. فهذا البرنامج
اللي انا اشوفه الان الاجاويد، يعني يبث خير، ارم كلمه واتركها. انا بعض المقاطع جيني من عندكم اللي سجلتها قبل فترات الى الان جزاك الله خير، وشفنا الحلقه ولي سنه ولا لي سنتين باقي يتواصلون ويرسلونها البعض ويقتصونها ويرسلونها، فكل كلمه يا شاهد لك وعليك. لذلك نكون حريصين حقيقه خاصه بالتواصل، فالتواصل نبث فكر جيد. فأنا أشيد بهذا البرنامج، أشيد بثباتكم، والله يقويكم. وترى مليار ونص مسلم قاعدين يشاهدونكم، الحمد لله. الله خلونا نكون قدوات زي ما كنا، وإن شاء الله مستمرين قدوات للناس، وبرنامج الجود إن شاء الله هنا يستمر. الله يبيك شعرائه وأبطاله وأصحاب الفكر اللي موجودين فيه، الله يقويكم. الله يجزاك خير دكتور مباشر، البيض الله وجهك. من ناحية الكلام فحددوني شوي، تروني أنا إذا طيب أنا بعطيك هالحين حاجة أنت هالحين